Oh,
تنتبهون دائما لوقا يعطينا شخصين، ما يعطينا شخص واحد، دائما يعطينا شخصين، يعطينا اعمى اثنين، يعطينا مريضين، يعطي اثنين دائما، بس بالاخر يذكر شخص وشخص الاخر ما يذكر. كان عندنا الغني والعازر، اليوم الفريسي وعشار، اعميان بالطريق، تلميذان عن ماوس، شوفوا هاي الامثال اللي يعطيها دائما يسوع هم اثنين اثنين ان على انجيل لوقا. اليوم انطانا يسوع على فم لوقا هذا المثل، هاي القصه، اثنين سعدوا يصلون. قبل هاي القصه انجيل لوقا ما قرينا المقطع الاول من عنده، اكو قاضي ظالم بالمدينه. اكو قاضي ظالم واكو ارمله، شوفوا اكو شخصين، اكو قاضي وارمله. فالقاضي الظالم يقول بالانجيل ما يخاف لا من الله ولا يستحي من الناس. ما يخاف لا من الله ولا يستحي من الناس. زين هذا شو القاضي؟ شو نخلينا هذا القاضي يحكم؟ اذا ما عند الله يقلل. فكثير مهم اذا اريد احكم لازم اخلي شريعه قدام عيني. مهما تكون هاي الشريعه، مهما تكون، اذا كانت شريعه موسى، اذا كانت شريعه ربنا اللي يعطينا اياها، ما اقول هذا الكلام. اقول ديننا وشريعه موسى رسميه. فكثير مهم اخلي شريعه ربنا قدام عيني حتى احكم. بس هذا ما عنده شريعه، شو راح يحكم؟ على اي شنو يحكم؟ على شنو راح يحكم هذا الشخص؟ مزاجه او عاطفته او مشاعره؟ بس هل قد مضاج من هاي المره الارمله؟ شوف الارمله دائما يركز لا تاذون الارامل واليتامى. دائما خلوهم حيرتي the widows and the orphans. كثير مهم، فهذا القاضي ما كان عنده، بس احنا ركزنا على الانجيل مالتنا، هذول الاثنين اللي بيصلوا. حسب انجيل لوقا انت اثنين يصلون. ما هو اجتهاد؟ ما هو اجتهاد؟ من عندي ده اقول انا يعني على لسان الله. ما هو اجتهاد بس انا هالشكل فهمتها. كم واحد بيصلي اليوم؟ كم واحد بيصلي؟ ها؟ كلنا نصلي. جيد. وبعدين راح انزل وياكم شويه شويه بالاسئله. راح تقولون ابونا اليوم حرجنا كثير. اليوم حرجنا. اليوم راح احكم عليكم شويه قاسيه. من اللي يصلي؟ من اللي يصلي يا حبيبي؟ راح اساله، بعد راح اساله، راح اساله انت شو تصلي؟ تصلي. لا ما اصير، ما اصير، انا ما اصير، اليوم ما اصير ويا، انا متحاسب انا بيا، تصحى من عندي اشعل من عندي، احنا اخوه وما بنعرف شلون نصلي. بس هو الناس اذا سالوا من عند بعض الله يسلمك، راح يشبعون من الكنيسه، ما يجون على الكنيسه، ما يفكرون بالصلاه، يقولون هذا القس هذا شكل عمل معانا، ليش هذا القس سالني معانا ما راح يجي من الكنيسه؟ فاذا ما كنتوا تصلي، فاذا ما كنتوا تصلي، فاذا لا اصير معاه فريند صديق. I'm asking you if you pray, what kind of prayer you pray? What kind of this prayer you pray? And which saint you have it in your life to pray to him, to that saint? Someone is going to say, I pray to St. George a lot. Oh, did you follow what he does, what he does in his life? Or you pray as a St. Rita, to St. Rita? Oh, that's great. But did you pray as Sangeeta prayed?
She gave her life to us. So to our Jesus. إذا قولي أنا أصلي إلى قديسة ريتا، هل تتبع خطواتها بصلواتها بإيمانها؟ هل تصلي أنت المارك ورقيس تسوي مثل ما عمل المارك ورقيس تتبع خطواته؟ فإذا أنت من أصلي؟ إذا قولي أنا أصلي من خلال صلاتك راح تبين أنت شنو؟ وسامعينها وأنا شخصيا سامعها كثير. هو بالكنيسة بيحاسب أنا ما مثل هذا الفلاني، ما مثل هذا الشماس، ما مثل هذا القس، ما مثل هذا، ليش هذا؟ هذا ما أحسن من عندي، أنا أحسن من عنده. إيش لا؟ أنا أحسن منه. ليش هذا الشيء؟ ليش؟ أنت قال نفسك معاني، لا معاني ولا وعي، معاني هو بس، يسوع بس. أنت تصلي منو تصلي؟ تصليني لا أنا أطلب منك تصلون من أجلي، مو تصلون مني من أجلي حتى نكمل رسالتي، لأنه كلك ضعفاء، كلك نخبة، كلك نقع، بس محتاجين صلاتك لنقوى الظروف، صلواتك وعلاقاتك تكون خدماتنا. قل لي أنت شلون تصلي؟ أقول لك أنت هذا الفريسي والعشاق، وهذا الفريسي اليوم من طالب السنة يقول فريس اليوم كثير فريسين موجودين في حياتنا اليوم كلنا شوفوا كلنا فريسين بدأت أنا عن نفسي دعشت عن نفسي كلنا فريسين ونجي ما بتواضع للكنيسة نجي خشب عالي نجي بتفاخر بكبرياء هاي الصلاة ربنا اللي يكون اليوم ليحمل من النية اسمع يا الله القانون يقول أنت العشر أنا لا أنت العشر القانون يقول صوم مرة بالأسبوع أنا دا صوم مرتين القانون ما قال بعد القانون هذا معانا أنا دا أسوي فوق القانون، شوف أبونا شوف أنا هكذا عمل أنا تعبت أنا درست أنا اجتهدت عرفت بالفلسفة دخلت باللاهوت تعمقت ودرست بس شنو الفائدة إذا عندك كبرياء؟ شنو الفائدة هاي الكبرياء عندك؟ تجي تحمل من النية أنت درست إلك تعلمت اللاهوت هذا اللاهوت عرفت منه ربنا واحد اللي أنا عرفناه حتى يعلمك هذا الله اللي تعلمته شلون توصله للآخرين مو تعرف نفسك شلون توصله بتواضع بمحبة مو بكبرياء يجي وقف هذا الفريسي معناته الفريسي يعني الفارس نفسه عن المجتمع الفارس نفسه عن الخطيئة فهي نفسه دائما نفرزها احنا نفرزها بس ما تنطبق شريعة ربنا. على الفريسي نطبق بتشاؤم وبكبرياء. عمل هالاشياء الجيدة بس كسرها بنقطة أساسية هي ما مثل هذا العشاق. والعشاق ما دخل الكنيسة دخل من الفريسي الهيكل دخل ووصل وين طبعا تعرفون العشاق هو جاب ضرائب وكان خادم الرومان والرومان قال يمين عنده واحد بالمية واحد بالعشرة الله كان ياخذ اثنين بالعشرة وياخذ ثلاثة بالعشرة لأن حتى يرضي البقية وياخذ منه ضرائب فكان ياخذ أكثر فكان منبوذ هذا العشاق ما حد ما يحبه بس هذا العشاق ويروح لأي مكان كان كل الناس تتملق له حتى شنو الله لا يجي يومه لا يقرر حتى يسوي لهم مواصلة ما يقولون دخل العشاء لو كان يريد يقعد أي مكان في الكنيسة في الحقيقة كان يقدر يقعد وإذا طلب جلاس ما كان يقول بطل ماي مقطع حتى يخدموه بس ليأديهم كان يقدر يسويه
بس العشاره عرف ما يقدر يجازي هذول الناس اللي طلبهم، ما قدر يوفيهم، ما قدر يوفيهم، بس يعرف نفسه هو خاطئ، عرف نفسه. اكبر نقطه اليوم نعرف نفسنا احنا خطا، نيجي عند ربنا يسوع هو يخلصنا، مو نجي نبي كبرياء. ولو الاعتراف اساسا صحيح كلش ميت في كنيستنا، لما يجون يعترفون بس اول كلمه والله ما عندي خطيئه، شو ما عندك خطيئه؟ خطيئه الكبرياء اول ما تقول انا ما عندي خطيئه، اكبر خطيئه مميته هي خطيئه الكبرياء. والنقطه الحلوه بدأ يخلصون الاعتراف بالخطايا يقولون ابونا شو اخطا الاخطياء سبحانه وتعالى على الاخطاء ومحقق على الاخطاء بالاخير الاعتراف يجون يقولوا اغفر يا ابتي خطايا التي تذكرتها والتي لا اتذكرها، وصدقوني التي لا اتذكرها اكثر من اتذكرها من اللي ذكرها. صحيح بس نسل يقول نسل يقول فهذا العشاق ما قدر يوفي الناس اللي ظلمهم، يعرف هو غلطان، اجا بتضامن من يطلب رحمة الله. اخوتي بنجي للكنيسة نطلب رحمة الله، لا نطلب رحمة الفراوس ولا شمال ولا جنب ولا لجنة ولا أي واحد، ربنا وبس. ربنا يرحم. نطلب رحمة الله حتى نقدم هذا ضعفنا إله. هاي خطيئاتنا نقدمها إله حتى يلغيها حتى يساعدنا. نبدي نهارنا جديد، نبدي أسبوع إلى أسبوع إلى من يضمن نفسه أسبوع إلى آخر يكون موجود بالكنيسة ولا؟ ما حد ما يضمن نفسه. نشكره ربنا على هالنعمة اللي دايما إياها. اليوم كنائس بأستراليا تعزلت. تعرفوها بسبب كاية أفضل. وتنزيل وتنزيل. ناس رجعت مرة ثانية إلى الديجيتالز بيتفرجون على الكنيسة. بألم نقولها بألم. كان عندي مسوي قداسة واحدة بالبيت. بألم وحشنا هاي الفترة. ونشكر الشمامس اللي كانوا بيجون يساعدونا ولو شوية صلوات كنا نقدمها بالسمحة خوفا من الجيران. ليش ما نشكر ربنا بس على جامعة الصالحين ودمرنا شوية شوية؟ بس لا نرجع في تكبر، نرجع في تواضع. اللهم ارحمني انا وربنا. تعرفون كم كبيرة هاي الصلاة لو تتأمنون بيها. مثل مريم كانت تسمع كل هذا وتحفظ في قلبها. خل قولها من قلبنا هاي الصلوات. خلي نقولها. هذا التكبر مالتنا خليه أقول شهادة العلم النفسة. بس المحبة والتواضع هي للجميع. فاليوم يسوع يقول هذول الاثنين اللي سعدوا يصلون. نرجع إلى بداية كلامي أنا مرتين سعدوا يصلون. ما اثنين؟ كم واحد صلاة؟ كم واحد؟ كل منهم؟ كل منهم؟ كل أي شهر؟ أي شهر؟ احنا أنت عدد من المسلمين وجدنا هذا الصحابة الذي جابوا لازم نعرف هل يا ترى احنا صحتنا كلنا نصلي مثل حالة العشاق اللهم ارحمنا من الخاطئ، او مثل هذا الفريسي واقف خشم عالي يقول اسمع يا رب انا كذا 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 وما مثل هذا. واحنا نقول هذا شيء هذا هذا ايش يعرف هذا؟ ليش تقارن نفسك مع الاخر؟ قارن نفسك مع يسوع وبس. ماذا؟ الصلاة. قل لي كيف تصلي؟ أقول لك من وأحسن نصيحة كيف تصلي؟ أقول لك من فمن خلال صلاتك تبين علاقتك مع ربنا وعلاقتك مع الآخر. ودائما أقول لك إذا تباوع الآخر اشقد ما تكرهه هذا الشخص المقامية ربنا يحبه. فإذا أنت لازم تخلي عيون ربنا قدامك حتى هذا الشخص يلا نعيش التواضع
مع الشرف والقدر اللهم ارحمني انا ارحمني.